تريدين يا أمي؟ أرجوك بني اذهب إلى الجزار، لن أذهب إلى أبي أنت إن أردت أن تشتري شيئا. لماذا لا تذهب يا بني؟ تعرف أنني مشغولة بتحضير الطعام وغسل ملابسك التي قمت بتطبيخها وتوزيعها بعد أن معيت في الوقت. لقد أخبرتك أنني لن أذهب، لن أذهب. ابني محمود عاق لا يسمع لي ما أقول، ولا يتوقف عن إجابتي بأوف كل ما طلبت منه شيئا.
الصالح. أعيدك يا أيتها الأميرة أن أكون مطيعا ومؤدبا ولتبقى مطيعا حقا لوالدك. سوف أذهب الآن دون أن أعطيك شيئا، ولكني سوف أعود في السنة القادمة وأرى ما هل غيرت من تعاملك مع والديك عندها. فقط أعطيك اللؤلؤة وأبشرك بشرى جميلة ومفيدة لك. أعيدك يا أيتها الأميرة أن أطيع والدك. لن أثق بك الآن حتى أعود في السنة القادمة وأسأل أمك عن تصرفاتك. وأنا سوف أخبرك بكل أمانة إذا ما تغير أيتها الأميرة، ولن أكذب عليك. إلى اللقاء. سوف أذهب الآن لأمتحن أطفال آخرين في الأحياء الأخرى. إلى اللقاء في السنة القادمة. إلى اللقاء. هل ما زلت بحاجة من لحمي يا أمي من عند جزار؟ وأعتذر لك عن تصرفاتي السابقة، وأعدك أن أكون مطيعا ومؤدبا من الآن فصاعدا. رافقني يا صديقي يوسف عند جزار. أرجو فعلا أن تتغير يا بني وتحافظ على والدك وتكون مطيعا ومؤدبا مع والدك. أصلحك الله يا ولدي وهداك لفعل الخير. فقد أرسلتني أمي لشراء بعض الخضر من السوق. أرى أنك تغيرت منذ التقائنا مع تلك الأميرة في بنو متخفية في ملابس متشردة. أجل، لقد تغيرت كثيرا، فلم أعد ألعب في الوحل كي لا تتسخ ملابسي، كما وأني لم أعد أزعج والدي بصراخي وإلحائي عليهما إذا ما رفضا أن يعطوني شيئا، ولقد لاحظا والدي هذا التغيير. أصبح دائمي يعاني من نجاحي في دراستي أن يجنبني الله رفاق السوء. انظر يا محمود، إنها الأميرة غيرت قاعدتنا في السنة الماضية. مرحبا يا أولاد، كيف حالكم وحال عائلاتكم؟ بخير والحمد لله أيتها الأميرة. كيف هي تصرفاتك يا محمود؟ هل ما زلت عاقا لوالديك؟ كلا أيتها الأميرة، لقد تغيرت كثيرا ويمكنك أن تسألي يوسف عن تصرفاتي. لقد لاحظت تغييرا كبيرا في تصرفاتي يا يوسف، أليس كذلك؟ أجل أيتها الأميرة، فمحمود واقف أمامك مختلف تماما عن محمود الذي التقيته السنة الماضية. هذا جيد، ولكني يجب أن أسأل أمك عن تصرفاتك. هل ناديت عليها يا محمود؟ عادت أيتها الأميرة الطيبة. ها هي دي أمي، تسأليها عن تصرفاتك. هل صحيح أيتها الأم أن تصرفات محمود تغيرت ولم يعد عاقا لوالديه؟ لقد تغير كثيرا، فقد أصبح مطيعا ومهذبا، يسمع كلامي وكلام والدك، ويسعى لإرضائنا ويتجنب الضرر. هذا جيد، أنت تستحق هذه اللؤلؤة من عندي. شكرا أيتها الأميرة، هذه لك يا أمي، أنت تستحقين هذه اللؤلؤة وكل كنوز الدنيا. شكرا يا ولدي، أرأيت أيتها الأميرة الطيبة مدى تغير تصرفات ابن محمود؟ لقد لاحظت ذلك. ولكن أيتها الأميرة، لقد قلت لي منذ سنة سوف تعطيني لولو وتبشريني بشرى جميلة. ما هي تلك البشرى يا ترى أيتها الأميرة؟ البشرى هي أنك كلما أطعت والديك